السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر مهم جدا، وهو إعلان وزارة المالية رسميا لتغيير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024. هنعرف الموعد الجديد وكل التفاصيل وأسباب تغيير موعد صرف مرتبات يوليو. قبل ما نبدأ كده ونسمع فيديو النهاردة، نصلي على النبي، ما تنسوش اللايك والشير الاشتراك في القناة عشان يوصلوك كل فيديوهاتنا الجديدة. قررت وزارة المالية بشكل رسمي تغيير موعد رواتب شهر يوليو، وده بسبب تحاشي منها لحدوث فجوة زمنية طويلة بين تبكير راتب يونيو الحالي وبين صرف مرتبات شهر يوليو القادم. وبتستمر الوزارة حاليا في صرف مرتبات شهر يونيو 2024 للعاملين بالدولة حتى يوم الخميس المقبل، وذلك بعد تبكير موعد الصرف، وكان بدايته 9 يونيو بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023-2024 وعيد الأضحى. وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إنه تم تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر لتبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2024 يوم 18 يوليو من الشهر نفسه، وأهاب العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة إن المرتبات بتكون متاحة من تاريخ الصرف، وبيعتبر سبب تغيير مواعيد صرف مرتبات يوليو حتى لا تصير فجوة زمنية بينه وبين مرتبات يوليو هيكون 39 يوم بدلا من 45 يوم، خاصة ان يوليو بيشهد اجازة 23 يوليو احتفال بذكرى ثورة 23 يوليو. وقررت وزارة المالية تغيير موعد راتب شهر يوليو تحاشيا لاي وجود فجوة زمنية بينها وبين مرتبات الشهر الحالي اللي هو شهر يونيو. وبتستمر الوزارة حاليا في صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة حتى يوم الخميس المقبل. يبقى احنا عرفنا احدث الاخبار الخاصة بمرتبات يوليو 2024. طبعا لو في اي جديد هتلاقوه موجود في القناة، فما تنسوش المتابعة واللايك والشير، ومع السلامة.